السلام عليكم يا جماعة، والله يعطيكم العافية يا رب. معاكم بشرى العمايرة من دفعة صميم، وبهذا الفيديو بدي أشرح لكم البارت الثاني والأخير من الوحدة رقم 17. بعد ما حكيتوا عن تركيب الإستر والأمايد وعن شو مكوناتهم وعن الحموض الكربوكسيلية، هلأ بدنا نحكي عن تفاعلات تكوين الإستر والأمايد، تفاعلات تفككهم، وتفاعلات أخرى خاصة بالكربوكسيليك أسيد. بداية وقبل ما نحكي عن تفاعلات تكوين الإستر والأمايد، بدي أقول لكم إنه إحنا أصلاً حكينا عن الإستر والأمايد مع بعض لأنه هم كتير بيتشتركوا بأشياء، وبيشتركوا بثلاث أشياء رئيسية كتير لازم تفهموها، وهاي الأشياء عندهم هم التنين، تمام؟ فركزوا معي وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. أول نقطة بدي إياكم تعرفوها وكتير مهمة هي إنه الإستر والأمايد جايين من تفاعل كاربوكسيليك أسيد مع مادة أخرى، ويمكن أنتم انتبهتوا على هذا الإشي من خلال تركيبهم واللي بيحتوي على كاربوكسيليك أسيد. هاي أول نقطة، تمام؟ فتفاعل شغلة معينة مع كاربوكسيليك أسيد لازم الكاربوكسيليك أسيد يكون جزء من تفاعل التكوين للإستر والأمايد، تمام؟ النقطة الثانية اللي بدي إياكم تعرفوها إنه تفاعلات تكون الإستر والأمايد دائما بيتكون معاها H2O، دائما بيتكون معاها مي، تمام؟ وخلال التفاعل ليش بتكون دائما مي؟ لأنه التفاعل بيعتمد على خسارة الـ OH والـ H واللي هم مكونات المي الرئيسية، فدائما خلال التفاعل رح تلاقوا تكون مي. طب مين اللي بيخسر OH ومين اللي بيخسر H؟ هاي هي النقطة الثالثة اللي بدي اياكم تركزوا عليها كتير. دائما خلال التفاعل الكاربوكسيليك أسيد بتقدم الـ OH تبعتها، والمادة الثانية بتقدم الـ H تبعتها، تمام؟ إذن في بدي منكم ثلاث أشياء. أول إشي تعرفوا إنه تفاعل تكون الإستر والأمايد التنين بيتضمنوا كاربوكسيليك أسيد، بحالة الإستر بيكون ألكوهول مع كاربوكسيليك أسيد، وبحالة الأمايد بيكون أماين مع كاربوكسيليك أسيد. تاني إشي بدي إياكم تعرفوه كتير كتير مهم، إنه بهذا التفاعل بيتكون مي، لأنه واحد منهم بيخسر OH وواحد منهم بيخسر H. وتالت إشي بدي إياكم تعرفوه إنه هاي الـ OH دائما جاية من الكاربوكسيليك أسيد، تمام؟ هدول هم الثلاث أشياء اللي كتير مهمين. نبدأ أول إشي بتفاعل تكون الإستر أو اللي يسمى بالإستريفيكيشن. الإستريفيكيشن بتم عن طريق إن نسخن كاربوكسيليك أسيد مع كحول بوجود عامل حمضي مساعد أو سترونج أسيد كاتاليست. هاي الكلمة مهمة. فتفاعل الإستر بيتضمن تسخين الكاربوكسيليك أسيد مع الكحول بوجود سترونج أسيد كاتاليست. مثل مين؟ مثل السلفريك أسيد واللي هو H2SO4، وبرضه وهي نقطة مهمة. هذا التفاعل ريفيرسبل يعني باتجاهين، وهذا هو التفاعل قدامكم. طبعا ركزوا معي مليون لأنه كتير مهم تكونوا عارفين إيش خطوات التفاعل. طيب مجرد ما شفتوا كاربوكسيليك أسيد وكحول بسرعة الجواب إيش رح يكون؟ أكيد رح يكون إستر، تمام؟ فإذا إجاكم سؤال بالامتحان وطلب منكم إنكم تكملوا هاي المعادلة، أول إشي فكروا في إنكم تعملوه إنكم تسموا هاي المركبات. فأول شيء تطلع على هذا المركب، طلع كاربوكسيليك أسيد، ممتاز. إيش هذا المركب اللي جنبه؟ هذا كحول، معناته اللي رح يطلع أكيد رح يكون إستر، تمام؟ هاي أول نقطة كتير مهمة، تمام؟ طيب كيف بتم هذا التفاعل؟ بتمسكوا الكاربوكسيليك أسيد وبتاخدوا الـ OH تبعتها زي ما حكيت لكم، لأنه هي دائما بتقدم الـ OH، وبتمسكوا الكحول وبتاخدوا منها الـ H، بتمسكوا الـ OH والـ H بتحطوهم مع بعض على شكل مي، وبتمسكوا اللي تبقى منهم وبتجمعوهم مع بعض. شو اللي ضل؟ اللي ضل هي هاي البوند بين الـ C، رح نروح نركبها مع الـ OR. فشو بيطلع معانا؟ بيطلع معنا RC دبل بوند O OR، واللي هو هذا الإستر اللي تكون، تمام؟ وزي ما احنا عارفين الإستر هو عبارة عن RCOOR، صح؟ فهذا هو النتيجة وبينتج معانا ووتر، تمام؟ إذا شو خطوات إنكم تفعلوهم مع بعض؟ أول إشي حددوا شو المتفاعلات. إذا طلع معاكم كاربوكسيليك أسيد وكحول دغري 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 حطوا إستر، وبعدين كيف تعملوا هذا التفاعل؟ خدوا OH من الكاربوكسيليك أسيد وH من الكحول وركبوا اللي ضل مع بعض. لكن بدي إياكم تركزوا ما تخربطوا وما تركبوها من اتجاه غلط، لازم دايما يطلع معاكم النتيجة RCOOR،
تمام. فهذا هو الاشي اللطيف والسهل بالاسترفورميشن. وهلا لما نحل اسئله كمان هلا لتحت ندو فرح نحل مع بعض. لا اتاكد انكم فهمتوا الاشي كتير تمام. طيب مش قبل شوي قلت لكم انه هذا التفاعل منعكس؟ هذا التفاعل عن جد منعكس، لانه اذا صار بهذا الاتجاه رح يكون استر، بس اذا صار بالاتجاه المعاكس رح يفكك الاستر اللي تكون. التفاعل تفكيك الاستر بنسميه الهيدروليسيس اوف استر، او بنسميه بالعربي تفاعل التصبن او السابونيفيكيشن، لانه يستخدم لصناعه الصابون. تمام، ما علينا، رح نحكي عنه بعدين يعني لقدام شوي بهاي الشابتر لتحت شوي يعني. وبيهمنا هلا تفاعل تكون الاستر. تمام، فاعيد لكم كل شيء حكيناه. تفاعل تكون الاستر يسمى بالاستريفيكيشن، بيتم عن طريق تفاعل حمض كربوكسيلي مع كحول، اللي بيصير انه الكحول بيخسر اتش والحمض الكربوكسيلي بيخسر او اتش، بنركب اللي ضل مع بعض. هو تفاعل ريفرسبل وبيحتاج لاسيد كاتاليست. تمام، فلطيف جدا الموضوع. طيب يلا تعالوا نحل هدول الأسئلة لنتأكد 100% إنكم قادرين تفعلوهم. أول خطوة بالحل زي ما قلت لكم، ولا تنسوها أرجوكم، إنه احكوا شو اسم هدول المتفاعلات لتقدروا تحلوا السؤال. فأنتوا قدامكم تفاعل، ما رح دغري تتذكروا إنه هذا تفاعل تكون أستر، فلازم تتصرفوا بهاي الطريقة. فأول إشي بتعملوا بتطلعوا هون، إيش هذا؟ هذا كربوكسيليك أسيد. طب شو هذا؟ هذا عبارة عن كحول. معناته شو رح تكون النتيجة؟ أكيد رح تكون أستر ومي. تمام، طيب هاي الخطوة الأولى، إنه إحنا تعرفنا على هدول الأشياء وعرفنا شو نوع التفاعل. هلأ بنحل السؤال، هذا الكربوكسيليك أسيد بناخد منه OH والكحول بناخد منه H، بعدين بنمسك اللي ضل ومنركبه مع بعض. من وين منركبه؟ بنمسك هاي الأكسجينة واللي جنبها ومنركبهم مع هاي الكربونة، فبطلع التفاعل زي هيك هون، C double bond O O CH3، يعني هذا المركب الموجود هون واللي اسمه مثل هيدروكسي بنزويت. تمام؟ نحل السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده برضو بطالب منكم انكم تكملوا هذا التفاعل. هذا التفاعل هو برضو تفاعل كاربوكسيليك أسيد مع كحول. كاربوكسيليك أسيد مكون من C double bond OOH والكحول مكون من ROH، صح؟ طيب ممتاز، بناخد الـ OH من الكربوكسيليك أسيد وبناخد الـ H من الكحول، بنشيلهم مع بعض وبنحطهم على شكل مي وبنركب اللي ضل مع الكربونة هاي، فبصير الجواب HC double bond O CH2 وبعدين يعني ما تبقى. تمام؟ أوكي، هون السؤال جاي بالعكس. السؤال هون مش طالب منكم انكم تكملوا هذا التفاعل، طالب منكم انه تعرفوا لنا شو هم الكربوكسيليك اسيد وشو هم الكحول اللي كونوا هذا الاستر. طبعا اللي قدامكم هو استر، والمفتاح الحل تبعكم هو انكم تتذكروا الشغله اللي قلناها. شو الشغله اللي قلناها؟ قلنا انه كربوكسيليك اسيد دائما بيفقد او اتش والكحول دائما بيفقد اتش. تمام، فانتوا حطوا عينكم على الكربوكسيل تبعت الكربوكسيليك اسيد وضيفوا عليها او اتش، وبعدين امسكوا الكحول وضيفوا عليها هيدروجين. تمام، طيب نحط عيننا على الكربوكسيليك اسيد، كيف بدي اميز من وين بتبدا؟ ميزوها من الكربوكسيليك جروب تبعتها وروحوا للاتجاه اللي بعكس اتجاه الاكسجين، لانه اتجاه الاكسجين هذا للكحول. تمام، فامسكوا من الكربوكسيل جروب وحطوا خط. تمام، طيب انتوا هلا قدرتوا انكم تعرفوا انه هاي هي الكربوكسيل جروب، صح؟ طيب بالتفاعل احنا شو اخذنا منها خلال التفاعل؟ اخذنا منها او اتش اذا متذكرين، رجعوا لها اياها عشان ترجع لاصلها. فامسكوا الكربوكسيل جروب وكل اللي جنبها بعكس اتجاه الاكسجينه ورجعوا لها الاو اتش تبعتها، بيطلع معاكم الكربوكسيليك اسيد تبعكم. طيب اللي بضل واللي هو او ار، ضيفوا لها الهيدروجين اللي اخذتوها منها برضه، فبتطلع معاكم الكحول. تمام، طيب اعملوا بوز وحلوا هذا الفرع بي، وهلا بحله معكم لما تخلصوا حلوا انتوا عشان اتاكد انكم فهمتوا. اوكي، رح اعتبر انكم عملتوا بوز واكمل. تمام، هذا الاشي برضه هو عباره عن استر، وانا بدور على الكربوكسيليك اسيد والكحول تبعته، صح؟ طيب كيف بدي اتصرف؟ بدور على الكربوكسيل جروب هيها، وبروح على الاتجاه اللي بعكس اتجاه الاكسجين، لانه الاكسجين للكحول ما بدنا نسرقها منها ونعتبر انها للكربوكسيليك اسيد، فبمسكه كامل وبضيف عليه او اتش، فبيطلع معي هذا المركب واللي هو عباره عن الكربوكسيليك اسيد، واللي ضل هون هو عباره عن الكحول، بضل اضيف له الهيدروجين تبعته وبيطلع معي الكحول. تمام،
أوكي، هيك حكينا عن تفاعل تكون الإستر، تفاعل كتير لطيف. ما تنسوا أبداً حمض كربوكسيلي مع كحول يساوي أس إستر ومي، تمام؟ الأو إتش من الحمض الكربوكسيلي والإتش من الكحول، وهون برضو القاعدة بتقول نفس الإشي، الأو إتش من الحمض الكربوكسيلي والإتش هاي المرة من الأمايد، تمام؟ طيب الأمايد، الأمايد هو عبارة عن R C دبل بوند O بعدين N، تمام؟ R C دبل بوند O بعدين N، تمام؟ الأمايد هو عبارة أو بتكون عن طريق الكربوكسيليك أسيد مع الأماين، تمام؟ طيب فإذا فعلت كربوكسيليك أسيد مع أماين رح يتكون عندي أمايد ومي، تمام؟ ليش رح يتكون مي؟ لأنه زي ما قلت لكم في OH من الكربوكسيليك أسيد وH من الأماين. آسف إني جننتكم، عدت هاي الجملة 6 مرات، بس كتير هيك بهمني تكونوا يعني هيك متذكرينها لأنها عن جد مفتاح الحل. شغلة تانية بتهمني كتير إنكم تتذكروها عن تكون الأمايد، إنه بيحتاج لتسخين. حطوا 1000 مليون نشمع عليها، تفاعل تكوين الأمايد بيحتاج لهيتينج، تمام؟ طيب ممتاز. فرح نيجي نفاعل الكربوكسيليك أسيد مع الأماين لتكوين الأمايد، تمام؟ طبعا شو هو الأماين؟ الأماين هو NH مع R group، تمام؟ يعني الأماين هو عبارة عن R group رابطة مع نيتروجين، بس هذا هو الأماين. أما الأمايد هو عبارة عن إشي عنده كربونيل وعنده نيتروجين، فهذا الفرق بينهم، إنه هذا عنده كربونيل ونيتروجين، هذاك بس عنده نيتروجين مع R group طبيعية، تمام؟ ممكن الأمايد الأماين أصلاً ما يكون عنده R group، يعني مثل الأمونيا يعتبر أماين كمان، تمام؟ ما علينا. طيب فكيف بيصير هذا التفاعل؟ أول إشي بتطلع شو المتفاعلات اللي قدامي. عندي كربوكسيليك أسيد وعندي أماين، تمام؟ باخد الـ OH من الكربوكسيليك أسيد والـH من الأماين وبركب اللي ضل مع بعض، فبطلع عندي هذا الشكل واللي هو عبارة عن الأمايد، تمام؟ طيب في شغلة مهمة بتفاعلات الأمايد أو تفاعلات تكوين الأمايد تيجي من شغلة بدي أتأكد إنكم فاهمينها. ركزوا معي، كيف بنحدد إذا هذا الأمايد هو primary أمايد ولا secondary أمايد ولا tertiary أمايد؟ إيش يعني primary secondary tertiary أمايد؟ هلأ الأمايد ممكن يكون عنده كربونة واحدة، تمام؟ وقتها بسميه primary أمايد. يعني شوفوا مثلا، شوفوا هذا الأمايد اللي حطيت لكم عليه خط، هذا أمايد عنده كربونة واحدة رابطة مع النيتروجين فبسميه primary أمايد، تمام؟ ممكن يكون عنده أكثر من كربونة رابطة مع النيتروجين، يعني مثلا شوفوا هاي النيتروجينة رابطة مع هاي الكربونة ومع هاي الكربونة، فإذا رابط مع كربونتين بسميه secondary أمايد. وإذا كانت النيتروجين رابطة مع 3 كربونات مثل هاي النيتروجين، شوفوا رابطة مع 2 مثل ورابطة مع هاي الكربونة، فإذا كانت رابطة مع 3 كربونات فوقتها بسميه تيرشري أمايد، تمام؟ فالموضوع بسيط، إذا بدكم تحددوا شو هذا الأمايد امسكوا النيتروجين تبعته وبعدد الكربونات اللي هي رابطة معها بيطلع معاكم شو نوعه. إذا رابطة مع كربونة واحدة فهذا primary amide، رابطة مع كربونتين فهذا secondary amide، رابطة مع 3 كربونات فهذا tertiary amide. ليش بيهمني هذا الحكي وليش قلت لكم يا؟ عشان بدي أحكي لكم النقطة الثانية هلأ واللي بتهمنا كتير بالتفاعلات. هلأ تفاعلات تكوين الأمايد ممكن تكون لي primary amide وممكن تكون لي secondary amide وممكن تكون لي tertiary amide، تمام؟ وعشان هيك بيهمنا، تمام؟ طيب نطلع على هذا التفاعل. هون عندي كربوكسيليك أسيد عم بتفاعل مع الأمونيا والأمونيا كمان تعتبر أماين وبيعطيني أمايد، تمام؟ طيب ركزوا معي كتير، هاي الأمونيا ما عندها ولا كربونة، وهذا وهون النيتروجين هاي لو ربطت مع إشي فبس راح تربط مع الكربونة تبعت الأسيتيك أسيد أو تاعت الكربوكسيليك أسيد، فصفة الناتج راح يطلع primary amide لأنه النيتروجين راح تطلع رابطة مع كربونة واحدة. ومن هون طلعت قاعدة بتقول إنه أي كربوكسيليك أسيد بالدنيا بيتفاعل مع أمونيا دائما النتيجة راح تطلع primary amide. هل هذا الإشي حفظ؟ لا صراحة هذا الإشي فهم، لأنه أصلا الأمونيا ما عندها كربونة، صح؟ فالN أكيد بشكل طبيعي رح تربط بس مع كربونة واحدة فرح يطلع معنا primary amide. فإذا القاعدة بتقول إنه دائما 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 أي كربوكسيليك أسيد بالحياة بيتفاعل مع أمونيا النتيجة دائما رح تكون primary amide، يعني رابط مع كربونة واحدة، وهذا الإشي هو اللي إحنا بنسميه unsubstituted amide،
تمام؟ طيب ممتاز. أما السكندري أمايد والتيرشري أمايد بيصيروا عن طريق إنه الأماين هاي يكون عندها كربونات، فإذا هاي الأماين كانت رابطة مع كربونة واحدة صفى النيتروجين رح يتربط مع كربونتين ويطلع معنا سكندري أمايد، وإذا كانت رابطة أوريدي مع كربونتين فصفى النيتروجين رح تربط مع كربونة ثالثة ويطلع معانا تيرشري أمايد. حاسس الإشي اللي بحكيه ممكن يخربطكم شوي، بس هو كتير لطيف، مجرد ما عديتوا الكربونات رح تقدروا تعرفوا هذا برايمري أمايد ولا سكندري أمايد ولا تيرشري أمايد. كربونة واحدة يساوي برايمري أمايد، كربونتين يساوي سكندري أمايد، كربونة ثالثة يساوي تيرشري أمايد. تمام؟ طيب ركزوا كمان بهاي النقطة، بدي أكتب لكم ياهم كتابة عشان تعرفوهم دايما. أوكي، هي كتبت لكم ياها هون. إذا كان عندكم كاربوكسيليك أسد وتفاعلت مع أمونيا فأكيد رح تعطي برايمري أمايد. إذا كان عندكم كاربوكسيليك أسد وتفاعلت مع أماينة عندها كربونة واحدة زي هذا المثال فأكيد رح تصير مربوطة مع كربونتين فرح تعطينا سكندري أمايد. وإذا كان عندكم كاربوكسيليك أسد تفاعلت مع أماينة عندها كربونتين رح تصير مربوطة مع ثلاث كربونات فرح تصير تيرشري أمايد. فهاي هي القاعدة. تمام؟ طبعا أنا ليش هون كتبت لكم أمونيا with one carbon أمونيا with two carbons؟ هي نفسها أمونيا with one carbon يعني primary amine، أمونيا with two carbons يساوي tertiary amine. طيب ممتاز. طيب أسألكم سؤال، هل بيقدر كاربوكسيليك أسد يتفاعل مع أمونيا عندها ثلاث كربونات؟ يعني هل بيقدر كاربوكسيليك أسد يتفاعل مع tertiary amine؟ قولوا لي أو لا وليش، وإذا احكوا لي شو نتيجة التفاعل. هلأ فعليا يا جماعة تفاعل تكوين الأمايد بحتاج إني أخذ OH من الكاربوكسيليك أسيد وH من الأماين، صح؟ إحنا متفقين على هذا الإشي. طيب تمام. طيب هلأ الأماين زي ما أخذنا بالجنرال كيمستري إنه الN ترتبط مع ثلاث مجموعات بشكل طبيعي، صح؟ فهي رح تكون رابطة مع هيدروجينة ومع كربونات. إذا كانت رابطة مع كربونتين فرح أسميها سكندري أماين ورح أخذ منها الإتشة وأفاعلها ويطلع معي نتيجة. طيب افترضوا إنها كانت تيرشري أمان، يعني أمان رابطة مع ثلاث كربونات، لما تيجي تدخل بهذا التفاعل وأجي أخذ منها الهيدروجينة ما رح ألاقي عندها هيدروجينة، فما رح أقدر أكون أمايد، بالمرة ما رح يتكون أمايد. تمام؟ فهاي نقطة، أمايد ما بتكون من أماينة عندها ثلاث كربونات، هل هذا الإشي حفظ؟ لا لا لا، هي بكل بساطة ما عندها هيدروجينة فما رح تقدر تكون أمايد. طيب ممتاز، لو إجاكم سؤال بالامتحان وحط لكم هذا التفاعل وطلب منكم إنكم تلاقوا لي نتيجته وإنتوا عارفين إنه هو هاي عندها OH هاي ما عندها ولا H ما رح يكون أمايد، هل رح يكون ما في تفاعل؟ لا صراحة رح يكون في تفاعل. أحكي لكم ليه. خلال تفاعل تكوين الأمايد في شغلة بتتكون بالنص وهي ملح الأمونيا، تمام؟ وهذا ملح الأمونيا بيتحول للأمايد بعدين مع التسخين، تمام؟ فالإشي اللي بتكون أول إشي هو ملح الأمونيا. فبتعرفوا شو دايما بيصير؟ بيكون عندي الكاربوكسيليك أسيد والأكسجين تاعته شايفينها بترتبط مع NH4+ فبيكون عندنا ملح الأمونيا بالنص. فالتفاعل هذا برضو نتيجته رح تكون تكوين ملح الأمونيا بس ما رح يتكون أمايد. أهم شغلة تعرفوها هون إنكم تكونوا قادرين تفهموا كيف عدد الكربونات وشو بيكون. تمام؟ إذا كان عندي خليني أحل معكم سؤال يمكن أسهل هيك. طيب نحل هذا السؤال، شوفوا نحل هذا السؤال واللي بقولكم فعلوا لي هدول مع بعض، وخلال حلنا لإله رح نحكي شو نوع الأمايد عشان أتأكد إنها ثبتت عندكم. تمام؟ طيب طلعوا هون، هذا عبارة عن كاربوكسيليك أسيد وهذا عبارة عن أماين، حلو؟ طيب ممتاز. هلأ بدي أفعلهم مع بعض، باخد الـ OH من الكاربوكسيليك أسيد وباخد الـ H من الأماين وبروح بركبهم مع بعض، من هذا الديل بيركب مع هاي الكربونة وبطلع معاي هذا الناتج. تمام، سؤالي لكم ايش نوع هذا الأمايد؟ هذا الأمايد رابط مع كم النيتروجين تاعته رابطة مع كم كربونة؟ 1 2 3، اذا هذا تيرشري أمايد. الجواب صحيح، هذا تيرشري أمايد. طيب التيرشري أمايد ايش نوع الأماين اللي كونته؟ سكندري أماين، لانه هاي الكرب هاي شوفوا هاي النيتروجينة رابطة مع كربونتين، رابطة مع هذا الجروب إثل مرتين يعني مع إثلتين يعني مع كربونتين. تمام؟ فهذا عبارة عن تفاعل بين كاربوكسيليك أسيد وسكندري أمايد كون لي تيرشري أمايد.
طيب حلو، خلينا نحل هذا السؤال. هذا السؤال هدول عندكم فرع A وفرع B. فرع A و B بيحكوا لكم لاقوا لي نتيجة هذا التفاعل. هذا التفاعل هون عندنا أمينة تمام، وهون عندنا كاربوكسيليك أسيد. بناخذ الاو اتش من الكاربوكسيليك أسيد وبناخذ الاتش من الأمين، وبيطلع بنركبه من هذه من هذا الطرف مع النيتروجينة، فبصير عندنا كل هذا دبل بوند او بعدين سي ان بعدين سي اتش 3، فبطلع شكله زي هيك. طب شو نوع هذا الأمايد؟ هذا الأمايد النيتروجينة تبعته رابطة مع كربونتين، فهذا عبارة عن سكندري أمايد وكونته برايمري أمين تمام؟ طيب نحل هذا. هذا اللي قدامنا برضو عبارة عن أمين وكربوكسيليك أسيد، معناته النتيجة رح تكون أمايد. باخد الـ OH من الكربوكسيليك أسيد والـ H من الأمين وبلزقهم مع بعض من هاي الجهة، فبطلع معانا الشكل زي هيك تمام؟ طيب الموضوع إن شاء الله إنه يكون لطيف ومفهوم بالنسبة لكم. تذكروا هاي القاعدة اللي بتقول كاربوكسيليك أسيد مع كحول يساوي إستر، كاربوكسيليك أسيد مع أمايد يساوي أمايد، الأو إتش دائما جاي من الكاربوكسيليك أسيد تمام؟ طيب نروح هون على موضوع جديد بهذه التشابتر، واللي هو بيحكي عن قواعد عامة لتفاعلات الكاربوكسيليك أسيد ومشتقاتها. طبعا مشتقات الكاربوكسيليك أسيد هم اللي حكينا عنهم بهاي التشابتر، واللي هم مثل الإستر والأمايد وغيره من الأشياء تمام؟ طيب أول قاعدة لازم تعرفوها كتير، واللي هي قاعدة أو فكرة، هي صراحة فكرة النيوكليوفيليك أسيد سبستيتيوشن. شوفوا معي هلا، هذا اللي قدامكم هو كاربوكسيليك أسيد صح؟ طيب الكاربوكسيليك أسيد بيحتوي على مجموعة موجودة فيه هو وكل مشتقاته، واللي هي السي دبل بوند أو رابطة مع R. هاي إحنا بنسميها أسيل تمام؟ إيش بنسميها؟ بنسميها أسيل تمام؟ طيب ممتاز. هلا هاي الأسيل جروب الموجودة في الكاربوكسيليك أسيد رح تكون متفاعلة مع مادة هون تمام؟ وهاي المادة إذا إجت مادة أخرى أقوى منها رح تسرق منها التفاعل ورح تيجي تقعد مكانها تمام؟ طيب شو هاي المادة وشو القصة؟ نرجع بهذا الموضوع لمبدأ صغير بدي اياكم تتذكروا. متذكرين فكرة القطبية وفكرة انه هاي سيجما بوند، وانه دايما بيكون في مركب او ذرة ساحب الرابطة اللي عندها وهي بتكون سالبة، واللي الرابطة بعيدة عنها ومش مسحوبة اللي عندها بتكون موجبة، واللي هي صاحبة الالكترونيجاتيفيتي الاعلى. رح تقولوا لي هاي اخذناها بالجنرال. طيب خلينا نحلل شوي رابطة الكاربوكسيل. رابطة الكاربوكسيل الاكسجين ساحب الرابطة اللي عندها فهي نيجاتيف، والكربونة مسحوبة من هالرابطة فهي بوزيتيف، فصفة الكربونة اشارتها موجبة. طيب معناته اي اشي رح يجي يربط مع هاي الكربونة رح يكون نيوكليوفايل، يعني رح يكون اشي سالب بيحب الاشياء الموجبة، لانه احنا هون مفترضين انه الكربونة اشارتها موجبة. حلو؟ طيب ممتاز، فاهمين لحد هلأ؟ انا بس عم برجع لكم هيك شوية اشياء يعني من الجنرال. طيب ممتاز. هلأ اي اشي بده يرتبط مع هاي الكربونة ويسرق الرابطة لازم يكون نيوكليوفايل قوي، اقوى من الاشي اللي موجود هون، يعني سالب أكتر، قوي أكتر، إلكترونيكاتيفيتي تبعته أكتر عشان يسرق الرابطة اللي عنده. فشوفوا هذا أبسط مثال على الموضوع. هون عندي RC دبل بوند O Y، وهون إجا هذا النيوكليوفايل عمل النيوكليوفايل أتاك وسرق الرابطة من هاي الكربونة، فبطلع معاي هاي النتيجة تمام؟ طيب هلأ طبعا في شغلة كمان بدي اياكم تعرفوها. طبعا هذا الاشي اللي انا شرحته هو مبدأ عام، لسه ما في اشي طلع معانا منه، بس هلأ لقدام رح تفهموا اكتر يعني، بس هذا هو المبدأ اللي كان مطلوب انكم تفهموا تمام. طيب بدي اياكم تعرفوا كمان شغلة، انه خلال التفاعل هلأ هون شوفوا هاي التفاعل، هون عندي Y وعندي Z. Z هي نيوكليوفايل واجت بدها تسرق الرابطة من ال Y تمام، وراحت سرقت الرابطة منها وقعدت مكانها. خلال هذا الاشي بتكون شغلة غريبة، انهم هم التنين بيكونوا عم بتخانقوا عليها، فالتنين بيروحوا بيرتبطوا معها وبصيروا يتخانقوا، بقول له انت روح، لا انت روح، لا انت روح، فهم التنين بيكونوا مرتبطين معها تمام. لما هم التنين يكونوا عم بتهاوشوا معها ومرتبطين معها لهاي الكربون المسكينة، وقتها بنسمي هذا المركب تتراهايدرال انترميديت. ايش بنسميه؟ تتراهايدرال انترميديت. ابسط لكم الموضوع كتير. طيب لما يكون عندي كاربوكسيليك اسيد وبيجي اشي بده
يرتبط مع هاي الكربوكسيليك أسيد وبدي يسرق الرابطة من إشي تاني. قبل ما يسرقوا منها رح يتخانقوا، وعشان يتخانقوا رح يكونوا التنين رابطين معها، والإشي رح يتكون رح يكون اسمه تتراهايدرال انترميديت. تمام؟ طيب نروح على المهم هلأ. طيب ممتاز، في قاعدة بدي اياكم تعرفوها كتير منيح، رح تكون دائما الكربوكسيليك أسيد هذا أنشط وأقوى وأكثر استعداداً إنه يتفاعل لما يكون عنده الآرات مش جنبه. تعرفوا أنا كيف بتخيلها؟ لما يكون عندي كربونيل جروب وحواليها كتير آرات، الآرة تقيلة فبتخليها تكون كسولة وما تكون رياكتف، ولما يروحوا منها الآرات ويجي بدالهم هيدروجينات، الهيدروجين كتير خفيفة فرح تخليها تكون رياكتف. فاحفظوها زي هيك، كل ما كانت الدبل بالسي دبل بوند او والكربونة تاعتها مرتبطة مع كتير آرات رح تكون أقل تفاعلية ورح تكون أضعف. تمام؟ فكل ما كانت هاي الكربونيلة متصلة مع كتير آر رح تكون less reactive، وكل ما كانت متصلة مع هيدروجين أكتر رح تكون more reactive. فشو ممكن أعمل؟ ممكن أجيب لكم مركبات وأصير أحكي لكم مين من هدول more reactive، رح تروحوا تدوروا على اللي عنده هيدروجينات أكتر وآرات أقل وهو اللي رح يكون more reactive. تمام؟ طيب أوكي تمام، نروح على هاي الفكرة. هلأ شايفين السي دبل بوند أو تبعتنا؟ صح حكينا إنه هي سالبة وإنه هون الرابطة موجبة لأنه الإلكترونات مسحوبة أو الرابطة مسحوبة باتجاه الأكسجينة. طيب لما يجي إشي ويتفاعل مع هاي أو هاي الواي اللي متفاعلة مع هاي الكربونة رح تكون دائما موجبة لأنه الرابطة مسحوبة كلها باتجاه فوق. تمام؟ فشوفوا هون، طلعوا هون، هذا اللي قدامكم هو عبارة عن إيش؟ هذا عبارة عن إستر. تمام؟ طيب بالإستر لو إجيت سألتكم إيش الشحنة تبعت هذا الإشي اللي هون، الشحنة تاعته موجبة. تمام؟ وهون الشحنة سالبة برضو نفس الإشي. شوفوا الهيدروكسيل جروب شو الشحنة تاعتها موجبة لأنه الرابطة كلها مسحوبة اتجاه الأكسجين اللي هون، فهاي دائما رح تكون نيجاتيف، والإشي الثاني الرابط هون رح تكون الرابطة مسحوبة بعيد عنه فرح يكون بوزيتيف. تمام؟ طيب نروح صراحة لأهم إشي بالمحاضرة وأهم أهم إشي بدي إياكم تكونوا يعني كتير متمكنين منه، واللي هي فكرة مين الأنشط ومين اللي مور رياكتف. تمام؟ يعني مين اللي عنده قدرة أكتر على التفاعل. شوفوا واحفظوا هذا الإشي بصم بصم بصم. شوفوا الإشي اللي بيكون أقوى كقاعدة، يعني اللي بتكون شو اسمه، كيف بدي أحكي لكم إياها، شحنته أقوى كبيس رح يكون أقوى. تمام؟ فالإشي اللي أقوى كبيس رح يكون أقوى، ولأنه أقوى رح يكون more stable، ولأنه more stable رح يكون less reactive. تمام؟ فشوفوا كيف إحنا مرتبين الأشياء اللي ممكن تكون مرتبطة مع الدبل بوند أو أو مع الكربونيل جروب. عندنا الـ NH2، عندنا الهيدروكسيل، عندنا الـ OR-، عندنا الـ OC دبل بوند R، وعندنا الـ CL-. شوفوا مين أقوى قاعدة، هي الـ NH2، وهذا الإشي بيخليها الأقوى. تمام؟ طيب شو بيهمني بهذا الإشي؟ هذا الإشي بيوديني على أكتر إشي مهم بالمحاضرة، واللي هو بحكي لكم مين الأنشط. تمام؟ مين الأنشط من هدول المركبات؟ خليني أقرب لكم كتير على الموضوع. تطلعوا هون شوفوا، عندي أمايد، عندي إستر، عندي أسيد أنهايدرايد، وعندي أسيد كلورايد. أكتر واحد نشيط هو الحمض أو اللي هو القاعدة الأضعف، فأكتر واحد نشيط هو اللي عنده الكلورايد جروب، فهو الأسيد كلورايد، بعدين الأسيد أنهايدرايد، بعدين الإستر، بعدين الأمايد. تمام؟ إذا أسيد كلورايد أقوى إشي في التفاعلية أو the most reactive، بعدين الأسيد أنهايدرايد، بعدين الإستر، وآخر إشي الأمايد. تذكروا الأمايد عنده الـ NH2 واللي هي قاعدة قوية، وبالتالي بيكون less reactive أو أقل تفاعلية. شوفوا هذا السلم، هذا السلم هو نفس الإشي اللي حكيناه هلأ تماما، مين أكتر إشي قوي بالتفاعلات؟ هو الأسيد كلورايد، بعدين أسيد أنهايدرايد، بعدين الإستر، بعدين الأمايد. تمام؟ فهو كتير رياكتف أكتر. تمام؟
طب شو معنات كلامي؟ يعني ليش أنا هلأ جيت وقلت لكم إنه هذا أقوى وهذا رياكتف وجننتكم بهاي الفكرة؟ صراحة من هدف من كلامنا أو فكرة إن إحنا عم نقول إنه هذا رياكتف أكتر بس عشان تقدروا تجاوبوا أسئلة التفاعلات وعشان تعرفوا مين القدرة يسرق الرابطة مع الكربونة. ركزوا معي، الإشي اللي قادر على التفاعل أكتر هو اللي قادر دائما إنه يسرق الرابطة لعنده، فالأسيد كلورايد هو الأقوى. وتذكروا إنه الكلورايد هي عبارة عن إشي very electronegative فvery nucleophilic، تمام؟ فدائما الإشي اللي بيكون more reactive هو الإشي اللي بيكون أقوى وبيقدر يسرق الرابطة لعنده. فمثلا لو إجت مجموعة الكلورايد هاي اتخانقت مع هاي الجزء بالأسيد أنهيدرايد، مين رح يفوز؟ مين رح ياخد الرابطة؟ الكلورايد أكيد، تمام؟ طب لو هاي اتخانقت مع الإستر، لا هاي رح تفوز. طب لو هاي اتخانقت مع الأمايد أو مع مجموعة الأمايد، مين رح يفوز؟ هاي. فهاي هي الفكرة، تمام؟ فممكن بيقولكم إنه مستحيل تيجي مثلا هاي تصير بدل هاي، أو هاي تبدل حالها للإشي الأقوى منها، لأنه الكلورايد هي الأقوى وهي اللي دائما بدها تكون بالتفاعل. فبقولكم ممكن إنه نحول أسيد كلورايد لأسيد أنهيدرايد، يعني من إشي نشيط لإشي أقل نشاطا، بس العكس أصعب، تمام؟ فبقدر أحول من الإشي الأكثر نشاطا للإشي الأقل نشاطا، لكن صعب علي أحول من الأقل نشاطا للأكثر نشاطا، تمام؟ طيب صراحة عندي طريقة ما بعرف إذا هي هبلة، بس كتير بحس إن هاي الأشياء بتساعد. زي ما قلنا إنه الكلورايد بعدين أنهيدرايد بعدين إستر بعدين أمايد، كيف نتذكر مين أقوى؟ من كلمة اسمها كيا، CH للكلورايد، A للأنهيدرايد، بعدين إستر بعدين أمايد، فكيا، تمام؟ إذا كانت هتساعد حدا بتمنى إنها تساعدكم، وإذا ما بتساعد فطنشوني، بس إنه حبيت إن أحكي لكم إياها، تمام؟ طيب قبل شوي إحنا كنا عم نعيد ونكرر ونعيد ونكرر بإنه عنا مجموعات، وإنه هاي المجموعات في منها more reactive وفي منها less reactive. طب شو معنى هذا الكلام؟ زي ما قلت لكم معنى هذا الكلام إنه اللي more reactive بيقدر يسرق الرابط اللي عنده أو يبدل، تمام؟ فإحنا يعني بس اللي بدي أقولكم يا إنه الكاربوكسيليك أسيدز لما يتفاعلوا مع بعض بصيروا يعملوا substitution reactions، إنه بصيروا يبدلوا المجموعات بينهم وبين بعض، تمام؟ فممكن مثلا يكون هذا الاشي عبارة عن مثلا كلورايد، تمام؟ ويروح بعدين يصير انهيدرايد، او يكون انهيدرايد وبعدين يصير استر، او يكون استر بعدين يصير امايد، بس الفكرة انه العكس صعب يصير، تمام؟ فبيكون دائما المور رياكتف للليس رياكتف التبديل هذا، وهاي هي فكرة الكاربونيل جروب سبستيتيوشن رياكشنز، تمام؟ طيب نروح على شغلة كتير مهمة واللي هي تفكك الإستر وتفكك الأمايد. طبعا زي ما ذكرت لكم شغلة إنه تفاعل تكون الإستر هو تفاعل منعكس، يعني ريفرسبل رياكشن، صح؟ ولما ينعكس هذا التفاعل من تكون الإستر ويتفكك فبيصير عبارة عن تفكك الإستر، ومنسميه برضو زي ما قلت لكم السابونيفيكيشن، تمام؟ أو التصبن بالعربي، واللي هو تفاعل تفكك الإستر، تمام؟ فتفاعل تفكك الإستر هو أصلا تابع لفكرة الكاربونيل جروب سبستيتيوشن، تمام؟ واللي هي فكرة إنه إشي أقوى يصير إشي أضعف، أو إنه يصيروا يبدلوا الجروبات، تمام؟ فهون أنا عندي إستر وعندي مي، تمام؟ طيب ممتاز، ايش اللي راح يصير لنقدر انه احنا نفكك الاستر؟ زي ما قلت لكم الاتش الاو اتش راح ترجع للكاربوكسيليك اسيد، والاتش راح ترجع للكحول، هذا اللي راح يصير. فراح امسك السي دبل بوند او ارجع لها الاو اتش تبعتها، وراح امسك الاو والجروب تبعها وارجع له الاتش تبعته، تمام؟ فهذا هو بكل بساطه تفاعل تفكك الاستر، تمام؟ طيب طبعا في شغلة مهمة انه في تفاعل تكون الاستر كنا نحتاج بس لأسيد كاتاليست، تمام؟ لكن في تفاعل تفكك الاستر ممكن يفيدنا أسيد كاتاليست، ممكن يفيدنا بيس كاتاليست، تمام؟ يعني حتى ممكن نجيب قاعدة بدل مي لنفكك الاستر، تمام؟ تمام. فتطلعوا على هذا التفاعل في تفكك الإستر، وهون عندكم HOH، تمام؟ فهون عنا احنا أسيد كاتاليست، تمام؟ طيب ممتاز. هلأ
اللي رح يصير هو الإشي الطبيعي اللي إحنا متعودين عليه، واللي هو OH بترجع للكاربوكسيليك أسيد، والH بترجع للكحول، تمام؟ فبيطلع معانا زي هيك وزي هيك. طيب تفرجوا على هذا التفاعل واللي هو عبارة عن بيس كاتالايزد هيدروليسيس، تعرفوا هون إيش اللي رح يصير؟ هون ما رح يتكون معانا كحول، شوفوا OH رح ترجع، يعني OH رح ترجع للكاربوكسيليك أسيد، الكاربوكسيليك أسيد حقانية والOH تبعتها لازم دائما ترجع لها. والإشي الثاني هو اللي رح تاخده الكحولة، واللي هي أصلا بطلت كحولة، صارت NaOCH3. طب هل هذا الإشي منطقي؟ لا، مش هذا الإشي اللي رح يصير. هلأ أول خطوة رح تصير إنه الـ NA أخذتها الـ OCH3، تمام؟ طيب إيش رح يصير هلأ؟ هلأ رح يتكون عنا ملح، رح تيجي الـ H هاي وترجع للكحول اللي هي صاحبتها، والـ NA رح تاخدها هاي، تمام؟ أعيد لكم موضوع كمان مرة، نعيد الموضوع. طلعوا هاي كاربوكسيليك أسيد، هاي عبارة عن إستر وهذا NaOH، تمام؟ رح يمر بمراحل. أول مرحلة الـ OH رح ترجع للكاربوكسيليك أسيد، تذكروا لأنها حقانية والـ OH تاعتها بترجع لها، وبعدين الـ NA رح تروح لهذا الإشي، بتيجي الكحول بتقول أنا مش موافقة، ما بدي الـ NA تضل مربوطة معي، فبتروح الكحول بتاخد الـ H وبترجع ميثانول، أما الكاربوكسيليك أسيد فبياخد الـ NA بلس، فبصير زي هيك شكله، تمام؟ فبصير صوديوم بيوتانويت. حلو؟ هذا هو عبارة عن تفاعل تفكك الأستر. خلينا برضو نفكك هذا الأستر اللي موجود هون. هذا الأستر هو عبارة عن الكاربوكسيليك أسيد جروب هيها والكحول هيها، فبنرجع الـ OH لهذا، فبيكون C double bond OOH واللي هو كتير صغير اللي هو الفورميك أسيد، والH بترجع للكحول وبتكون عنا الأثل ألكوهول، تمام؟ هذا هو عبارة عن تفاعل تفكك الأستر. نروح على تفاعل تفكك الأمايد. قبل ما نرجع على الأمايد أو قبل ما نروح على الأمايد بدي أتأكد إنكم فهمتوا هاي، لأني مش عارفة، حاسة إني مشيت عليها بسرعة. هلأ شوفوا، لما تيجوا تشوفوا هذا الشكل واللي هو عبارة عن تفكك الإستر، لكن تفكك الإستر بإشي غير المي، بس حطوا ببالكم إشي، حطوا ببالكم إنه بنسوا هذا الإشي اللي بالنص لأنه رح يخربطكم، هو رح يطلب منكم النتيجة النهائية، تمام؟ حطوا ببالكم إنه بالنتيجة النهائية الكحول رح ترجع لها الهيدروجين تاعتها طبيعي، تمام؟ والكربوكسيليك أسيد رح ترجع لها الأكسجينة بس ما رح ترجع لها الهيدروجين، فرح تصير نيجاتيف، تمام؟ لأنه هون في NA فرح ترتبط مع الـ NA، تمام؟ لأنها نيجاتيف ورح تروح ترتبط مع الـ NA. ممكن بحالات أخرى ما يحط لكم NaOH، يحط لكم OH minus، تمام؟ فشو اللي رح يصير إذا حط لكم OH minus بدون NA؟ برضو الكحول رح ترجع لها الـ H تبعتها وترجع كحولة طبيعية، الكربوكسيليك أسيد رح تصير C double bond O minus، تمام؟ هون الفكرة، تمام؟ يعني بس أنا آسف إذا الإشي خربطكم، بس إنه طنشوا هذا الإشي اللي بالنص، رجعوا الكحول لطبيعتها، والكاربوكسيليك أسيد رح تصير O نيجاتيف. إذا في NA أو في إشي موجب تتفاعل معه فعلوها معه، حطوا، ما في ما تحطوا، تمام؟ بتمنى إن هيك الإشي يكون صار أوضح يعني لكم. إذا حدا عنده أي سؤال أنا أكيد جاهزة. نروح على تفكك الأمايد. تفكك الأمايد شبيه جدا بتفكك الإستر، برضو اللي بيصير هون، هون عنا OH OH، فهو الموضوع سهل، الـ OH بترجع للكاربوكسيليك أسيد والـ H بترجع للأمايد، تمام؟ أو للجزء هذا، لجزء الأمايد، تمام؟ فبطلع عنا كاربوكسيليك أسيد وأمايد، تمام؟ طيب ممتاز. بحكي لكم الأمايد لما يكون موجود في المية ما رح يروح يتفكك، تمام؟ رح يضل ستيبل وطبيعي، بس متى رح يجي يتفكك ويرضى يتفكك معانا؟ لما نجيب أسيد أو بيس كاتاليست، تمام؟ فممكن إحنا نجيب أسيد كاتاليست وممكن نجيب بيس كاتاليست. أوكي، نطلع هلأ على هون هدول التفاعلات اللي بيتفكك فيها الأمايد لكن بأشياء مختلفة. هون ما عنا H2O فمنركز شوية. متذكرين مثال قبل شوي لما كان في بيس كاتاليست؟ هون استنوا أذكركم فيه، طلعوا هون لما كان عنا NaOH، وقتها إيش اللي صار؟ وقتها حكيت لكم طنشوا هاي، الـ H أخذتها الكحول والO نيجاتيف ضلت لمين؟ ضلت للكاربوكسيليك أسيد. نفس الإشي بينطبق على الأمايد، فالH رح تاخدها الكحول، تمام؟
ايه سوري، هون مش هون ما في كحول، فرح تاخذها الامين. والاو مين رح تاخذها؟ رح ياخذها الكاربوكسيليك اسيد. فبصير عندكم سي اتش 3 سي دبل بوند او او ماينس، والاتش لمين بتروح؟ بتروح للامين. تمام، هذا اللي هو بيس هيدروليسيس. طيب نروح على الاسيد هيدروليسيس. هلا هون احنا عندنا، حبيت اني افكك لكم اياها، هون عندنا هيدرونيوم اين. تمام، فعندنا او اتش ماينس واتش بلس واتش بلس. طيب هلا احنا عندنا او اتش وعندنا اتش، طيب شو الاتش الزايده شوي؟ تمام، عندنا او اتش مين رح ياخذها؟ رح ياخذها الكاربوكسيليك اسيد. والاتش مين رح ياخذها؟ رح ياخذها الامين. تمام، فبيرجع الكاربوكسيليك اسيد طبيعي وبيرجع الامين طبيعي. بضل عندنا اتش وحده، مين رح ياخذ هاي الاتش الوحده؟ رح ياخذها الامين. تمام، فرح يصير هذا سي اتش 3 ان اتش 3 بوزيتيف. تمام، وهيك بنكون فككناهم. اوكي، اذا احنا اذا لقيتوا اتش 3 او بلس فكفكوها بعقلكم لاو اتش ماينس واتش بلس واتش بلس. الاو اتش ماينس زي كانه تفاعل طبيعي، اول شيء طنشوا هاي اعتبروه في مي طبيعيه، الاو اتش بترجع للكاربوكسيليك اسيد، الاتش بترجع للامين، والاتش الزياده مين رح ياخذها؟ رح تلحق اختها الاتش وتروح مع الامين. تمام، طيب هون عندنا سؤال، بس اخر شيء بحكي لنا انه هذا الاشي اللي موجود هون واللي هو عبارة عن الاثل بيوتاناميد، مين هم الكاربوكسيليك اسيد والامين اللي رح ينتجوا بتفككه؟ عندنا H2O، الحمد لله انه عندنا H2O، معناته في عندنا H و OH. ال OH رح تروح للكاربوكسيليك اسيد واللي هو هذا، والH رح تروح للامين واللي هو هذا. فرح يصفي الكاربوكسيليك اسيد هو كل هذا الاشي بالاضافة ل OH، فبيطلع معنا البيوتانويك اسيد. والامين رح تكون عبارة عن كل هذا الاشي مع الH، فرح تكون NH2، وبعدين اكتبوا كل اشي تاني فرح تكون الاثل امين. زي ما قالكم connect OH here و connect H here. بتمنى انكم تكونوا استفدتم من المحاضرة. الله يعطيكم العافية يا ربي، وإن شاء الله على العلامات بكرة.